إذا نمضي ونتواصل معكم. كل شيء يمكن أن يشترى بالمحبة وبالكثير جدا من الأشياء، لكن نذهب الآن معكم مباشرة المشاهدين الأعزاء لمتابعة المادة القادمة من سوق أم درمان، ونعود لنتواصل عبر صباح الشروق. الصناعات اليدوية من الجلود من الصناعات الأكثر انتشارا في معظم مناطق السودان لارتباطها بالثقافة الإنتاجية، فالجلود المستخدمة في الصناعات الجلدية كثيرة الأنواع، منها الأبقار التي تستخدم جلودها في صناعة المراكيب والحقائب وحافظات النقود، بالإضافة لجلود التمساح والماعز التي تستخدم جلودها في صناعة الحقائب النسائية، بينما تستخدم جلود الفهد والنمر في صناعة المراكيب والتي تمتاز بارتفاع أسعارها وندرتها، بالإضافة لجلود الثعابين مثل الكوبرا التي تستخدم أيضا في صناعة الحقائب والأحذية والأحزمة. العم مصطفى عبد الله تجاوز العقد السابع وورث مهنة صناعة المراكيب كواحدة من الصناعات اليدوية عن أجداده في العام 1963 و1900. تحدث لنا عن المركوبة وهو بجانب دوره الوظيفي كحذاء سوداني شهير يمثل جزءا من الفولكلور السوداني الأصيل. الكثيرون يحرصون على اقتناء واحد من أنواع المراكيب، مركوب الجنينة أو الأصل أو النمر، لخفته ولأن الجلباب السوداني لا تكتمل زينته إلا بواحد منها. كذلك من الصناعات الجلدية اليدوية منها ما هو مستخدم للزينة كالتحف والمفروشات وحافظات النقود التي تصنع من جلود الأرانب، فمثل هذه الصناعة رغم التقليدية في صنعها إلا أن كثيرا من دول العالم طورتها وقامت بتصديرها لدول أخرى، بل أصبحت موردا من موارد الدخل القومي للبلاد. الصناعات الجلدية اليدوية موجودة في كثير من المناطق في السودان شرقه وغربه وشماله وجنوبه، إلا أن هنالك مناطق أكثر شهرة مثل مدينة الجنينة، نيالة وأم درمان، ورغم تباين الأسعار إلا أن الصناعات اليدوية بأشكالها يقبل الكثيرون على شرائها في المناسبات كافة.